الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهل خيرك أمهات الخير، هو يوينك خير إلى إذن حفظيو إلهي سبحانه وتعالى وحول الب أو بن آدم كالربايو أو موقضة يوحن موقن إلهي ذكا قدت نعكس طوح حنون مد عصبي مد هوري إلهي ذكا إلاليو انت حنون سن وحن لنا هيا مذهب البأس، رب الناس اشفهم أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. الله حنونك قاض وأود أوله إن دوؤوا بحيو دو ذا سئله نصي ورنكا غاه دوء كتغين حنون عافمات كأد نصينا يسد إله النبركي عافمات دقدقة ولقبك سودة انت انا حنوسا اله ابن غافج. اللهم امين. انت تكذب قف والبا انسانا خاصة حنكاد لا يدد كأن او مسلمين تولي سوماري دا كربا حيثتو هذا بنا الى سحريري وحليهن كربان حيثتو قارو حا حيثتو كربا غوري نينكي اني غاس فهم لا غوري انو بربر مرابو هو يعرور له واي وحاجره لان سغنا سدو كلا سو خريري او دهي قربا هيستو حقي غوري دتك قاركود قربا هيستو حنون احيو حنون كاسا علش ساري حنون كاسا حنو جنايو كربا هيستو دتك خاركودا كربا هيستو المهود ايا جيل كجيرو اما قف اجعلين ايا جيل كجيرو مركو الى كربون ايا قف كاس جيل كجيرو دتك خاركودا كربا هيستو امتحانا ذي ليهين اما جامعة دها اما خلاج وحان وحور ربا قف كاسي الهي انو كربا ذكا قادة سو امتحان كاسو وباس dadka qaar koodu kurba shaqo la'aan ayaa haysto dadka qaar koodu business ay leeyihiin laakiin business kuma shaqeynayo business ka faa'iidadii la filayay ma helayaan kurba haysto culays dhaqaale koray kurbooyinku waa badan yihiin marka waxaan idin kugu bishaareynayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala nawaafijiyay islaamka ulula an hadana allah lanakunanna من الضالين هدي إلهي وسنها نون الهين وحن نقول لهن كو وضب هذه كتاجن إسلام كإلهي نسيي إلمان وحودي جاي هاد مركو ويلش ويل كم إذا إيه مت بس ده حي تونجر وحوده ويل قال هن الله هذي إلمها وحن براسيد الدعوة الله فافيه سيد درس كل الله هذلو وحودها ويل اسكو داء عن هاي فير واسد حتى من جر كلي ايا وحودها استرس بدا ما ايا هاي كربو هاي وحان داي كربو داسي ما اوغاتي صوابتين وحويري حا اساق ايو جيل فرنك ساسكو داعي واقالا واي ساقنا واقال دورو كالا واقال ايغا اسكو داعي مركا وحويري هابينك مساح دو كربا هاي اسود ساقنا ميلو كسو اقال وحودها مكبرة دين حداد آمنته وآد كل قنته استرس فري نقونيست دبرس كستو كربا كستو مروغ كستو يعبسي كستو بكاتليس حاول دين اسلام كواي مرك اسلام كو شرح مرك حير وقت اسي واسو اخر مايا هذا سيا وحول الله ابتي ادفايس صاحب كيسا
ويلك سومالي يا مسلم كها إيه سكول كنا دجنا إسلام سكول الله بركة يو ويلك سن الله سبحانه جنتي لا سبحانه الله مامين مركو حان ربا يدو كوبن دعو هذا وذا التقانين إن أنا إذا حسوسي دعاء ذاسي السلام عليكم شيخ ها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا لما سألت قلت دعاءً سادو أمي سنت هاي دواء حنون بابية مركات قاضت إنه حنوك كات جاي لبا إن أتفهمت معناها الدعاء معناها الدعاء إن أتفهمت ووح ما أنت أن ماشي أجوجن وآخرين أنا معنى هذا ومد الله بعده إن أتأمنت كو إن أت معناها فهمت مد السدحات دعاء ذا وحي حنبار سنتها إن تكون لقنته معناها دعاء ذا التزامات ذي حنبار سنتها التزامات كاسي واجبات ذي وضطها إن تكون لقنته تعلمون كل بقى بقى بنت بقى بسنتها قابت أروح هواي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قابت أروح هواي وأنا آيد آيد القرآن كم إذا قابت أروح هواي لا إله إلا أنت سبحانك فهد هالقيب من تصحيت شنو يساه إلهي كل إنه مديسة وحد سنيسة إلهي إنه مسترنان تيسة وحد سنيسة إلهي أود تيسة وأود للربا بريغة سنجرين قالت الدنباء إني كنت من الظالمين وحد سنيسة بين آدم كالضعف جيسة وحد سنيسة خرشو من أنقاب النه وعفز آر النه وحد سنيسة إن إلهي أنك حسين أو نجس رأيو أنا جنا عن هاي من آدم ضعيفة ضعفي تسنسا إذا مركا دعاء سكو لا إله إلا أنت حواي ألحق لو عابد مجرى وأدون لون غضا لهوسي ماذا كرب مركا ماذا لهوس كلا إلا أنت أذيع ما هنا سبحانك أنا حوا معنى هذا وأدم استرنت إلهه أنا ما دام يستنى أود هذا حد مراه أنا أود إنه واحد دين أنت وحربات وحربا أكته أنا وحرب ما أجين إله سبحانه وتعالى أود كستاد لي هذا حي وواحد ربطه أما واحد ربطه هاد كري بكرته هذا له أكري أود سنة جمالي مركز سبحانك معنا هذا حواي الله لما يستران وكان زهن نسقان مخلوق أوليها أورلن لا إله إلا أنت سبحانك وأنتاس أنتاس والتوحيدك إلهي كريس إن عابد أيو إلهي كريس ولا صلاة الله إن لو تكن أيو كريس إن ولكي أن دعي سنة وحويدي سنة إنه أنتاس ومعنى إذا وقابا أنت قال لا إله إلا أنت سبحانك وحاكد حاكو حيقو إني كنت من الظالمين وقرشو إن قلت كاردعين مركو حال هذا إله خلد كان أو إذا دعي أو تم بقاء أو كربلا أن كجره إن لا يقع هذا هرتا إله سبحانه وتعالى خلد كس إقع فيه ساسد لهذا مركا تقير نيسيد إلى الظلم ساميسي وأكوع العلني سامرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مركا كوع عاليس هاماني تعامس كربضة أنت كدين يسو كوع العالي سيقول زوجها إلهي رمجارة إلهي سيقول إلهي إلهي سيقول كربضة وانتداء إلهي كاسو فرطة إلهي سبحانه وتعالى دعاء ذا أخريو قصة كشا كينا يا ماشي أنسو قلي حدا قصة
waxaan u maleynaa inay dawo u noqonayso arrintaada iyo dad badan. Nin ayaa xabsiyada tegay, waa soo gabagabeynaya ducadii. Xabsiyada markuu tegay, dadka xabsiyada ku jira wada kurbaysan u arkay. Markaas waxuu u sheegay dadka, wuxuu dhahay ducadan haddaa maalintii akhrisaan 100 jeer animiidii xadidaayu dhahay. Ilaahay wuxuu leeyahay, yaa ayuha aladiina aamanuu idkuruu llaha dikran kaiira wasabixuuhu bukrata waasiila. Wax badan ilaahay xusa, ku celceliya. Wax badan marka lama soo koobin, 1,000 miyaa way ka badnaan kartaa, 2,000 miyaa way ka badnaan kartaa, laakiin inta ugu badan ilaahay aad xusto, ilaahay wuu kuu soo dhowaanayaa, danahaagana ilaahay wuu kuu fulinayaa. Nin ayaa dil u xukumay, ma aha xabsi. Dabale walaashaad xabsi noo sheegtay. Ninkan xabsi maaha, in la dilaayo ayaa la xukumay, waayo wiil uu dilay, kasuun u dilay. Maxkamaddu waa soo dhammaatay, waa la xukumay. Marka wiiggii soo socday oo ahayd in la dilo oo qoorta laga jaro, wadamada Khaliijku ahaa waddan ka mid ah, isagoo sugayo maalintaasi ayaa ninkan sheekha ah xabsi ku yimid, u yimid dhallinyaradu ula hadlay, isagaa ka mid ahaa. Wuxuu yidhi, waxaan aqaana duco, haddaa ku celcelisaan si ikhlaas ah, ilaahay subxaanahu watacaala kurbadu idinka qaaday. Markaasaa ninkii sheekhii u tegay, wuxuu dhahay, ka waran qofka hadduu qof dilay isla markaasna ku xukuman yahay in la dilo wiiga soo socda. Wuxuu dhahay, qofkaas xitaa ducadana dawuu ah. Wuxuu dhahay ninkii oo dhallinyarada ahaa, sheekha kama shakin kara sababta ilaahay uu isku xiray. Wuxuu dhahay, ilaahay ayaa dhahayo, wakadalika nunji lmu'miniin, nebi yuunus qisadiisa waa. Markii ilaahay ka soo saaray meel aan la filayn ee 3 mugdi hoostooda laga soo saaray, waa mugdiga habeenka, waa mugdiga badda, waa mugdiga caloosha nibiriga, asoo ku jira meeshaasi waa xabsi. Markaasuu dhahay, laa ilaaha ilaa ant subxaanak innii kuntu min aldaalimiin. Malaa'igtii oo samaawaadka joogay hal mar inay baxaan ilaahay u tageen, waxay dhahayn, ilaahu waxaan maqlaynaa qof codkiisa aan garanayno oo meel fog ku xayiran oo ku xabisan, ilaahu mana fasaxaysaa, ma soo daynaa. Marka ilaahay subxaana wataala wuxuu yidhi, anigaba waa maqlay, anaana soo daynayo. Markaasa ilaahay subxaana watacaala uu soo daayay ducadii kadib. Marka la soo daayay ayaa ilaahay wuxuu leeyahay, wakadalika nunji lmu'miniin, mu'miniinta oo dhan hadday saan oo kale u dhaqmaan oo ducadaas ay akhristaan, saan isaga xabsiga ugu soo saarnay, ayaan iyagana meel kasta culays ka haysta, culayska waa ka qaadaynaa. Ninkan dhallinyarada ahaa wuxuu leeyahay, xitaa haddaan dil ku xukunahay, haawl haddaan dil ku xukun tahay, xitaa mucjizaa dhacday, qolkiisuu ku noqday, wardigii uu bilaabay, laa ilaaha ilaa ant subxaanak innii kuntu min aldaalimiin, laa ilaaha ilaa ant subxaanak innii kuntu min aldaalimiin. Maaqaa inta kun uu gaarsiy laka habeen imaalin, habeen imaalin akhrinay. Wiiga soo socda waa in la dilaa, xitaa madiidana wuu qirtay inuu dilay, waana la xukumay. Habeenkii la toogan lahaa, waxaan ujeedaa subaxdii oo la dili lahaa habeenkeedii, oo isagoo dhahay beri khalaas, wax farjina ma arg, uma jeedide. Waa sheekhin kuley waa rumaysanaysaa ilaahay hadalkiisa wax la beeninaya maahe, laakiin ilaaha isku dhiibi u dhahay. Habeenka isagoo tasbiixsanaya aa loo yimid, waxaa arrin degdegaa jirto. Beri in lagu dilo soomaan ahaa waxbaa isbedelay. Soo bax, meeshaa laga soo saaray, jaajkii aa loo geeyey. Jaajka wuxuu yiri, ma garanaysaa waqtigan oo waqti aan caadi ahayn, sababta lagugu yiri mayuu dhahay. Wuxuu dhahay, warqaddan inaa saxiixdaan rabaa. Maxaa waaye warqaddan? Waa kusii deynayaa. Allahu akbar, anoo wax dilay ma isii deynaysaa? Haa. Oo maxaa isbedelay? Wuxuu dhahay, waliyul amarka dhiigga mas-uulka ka ahaa oo maalinta lagu xukumayay diiday inay ku cafiyaan, diiday inay diya qaataan,
إلى أن سدح أفر قفك أدي قف إهل كاغا لدلو ويل كاغو كلا أما قبرنا هذا وآباء تأولي أمرك أتاه سد حقا الليلة إن أرد لحظه حقا كوات هل إيدلو أما إن أرد لحظه ديو هل إيسو قاضو أما إن أرد لحظه واعفي فملك مكة روحي قاتل لو دلو من كان مركة ما أنت أسدلوك حقنا كلابتا إذا أوي ماذين محكمة دير تغيان جاعت كيا سيدك دقلو أبو ييري ولقد حي سيحان يدها يان هبل هبل وويل كينا الدلي وكان نقوني حكم كي هوري غير أهان حنسو وافقني وح إلهي وطوار إيغا موضطا غير أهان حنسو وافقني فردي تقدران يالني إلها فردي قاسمس كحوذو سوو قليل وحيرو حنقوان كوغارين غير أهان وويل كينا نعفينا سينا جاش كوكا سحيحي هل سيح أحرسن أو أهنك العافيي ويل كي ويروح له هل كان صحيح إنا كسيد دايي وهذا ورسولك أبو حقا سوق عدريس الله أكبر صدقت نكي كليه نكي الشيخ وإمام رم بات شيخ تورده لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين على كل حال علماء الشيخ كذا كشكين يسيحر أن نكاسي لور كنو أخري لما أوقع سببته أه لور ما أنت يبحو أخرنا أي صباح إلا هبين ملكو هرد ما هنا أنت كالعرب كسحكوها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سوين كوا بدينهين كبر هاد كربة هاي سطو هاد كربة كوا هاي سطو دعاء سكوا العلي ما الفريسو أسو أذو ويسقبه قبل ذو جيسو إلهي سبحانه وتعالى ويديسو إنه كربة كأقاضه وتوحيد قيب تورع قيب تكلم وها أقومسي هذا أقوم سطي نال جابسي قد إله أوبا حنده له كوسو دق دقايا تسدح لقاه حلا نظر ما يسد دعاء سي إلهي سبحانه وتعالى وحوده وكذلك ننجي المؤمنين قف كستان كقاضينا كربضة اللبا كو لبا معنى إذا أتفهمت ابن التوحيد قيبا واقي رشع إن أتقابسي وإلهي أدوبا عنده صدح إن أطلق انقلسو طلق انقلسو على رجي إذا إن إلهي سبحانه وتعالى وحو أمري أولا إن أتسميسو وحو حرمي أولا إن أتكفقات دعا ذي يكوسو دقدقي سواد هليسا إلهي إذن كيسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.